أهلا ديما، حكينا في البداية، شو شعورك بعد النجاح؟ شعوري رائع جدا، شعرت أو بشعر بالفخر لأني حصلت على المرتبة الأولى برنامج عن هالزي. كنت بتتوقع نجاحك؟ كان في بالبداية شوية مخاوف لأنه كانت المنافسة نوعا ما قوية بيناتنا، بس الحمد لله كان في عندي ثقة بنفسي وبموهبتي وقدرتي. شو أكثر إشي كان مميز خلال الحفلة؟ كان كثير أشياء مميزة، يعني الحفلة كانت رائعة بشكل عام. كان في لجنة حكم بتجنن، مكونة من أعضاء يعني كثير موهوبين ومتمرسين وهيك. الجمهور كان رائع، تفاعل بشكل رائع معنا وإحنا نغني. وجود أهلي، وجود أصدقائي، ولاد صفي، هذا يعني كله هاي الأشياء كانت مميزة بالنسبة لي. وصفي لنا بكلمة نجاحك. كنز. لجنة الحكم. موهوبين. أستاذ علي. جريء. أستاذ تميم. أستاذ تميم مبدع. أهلك. دعم بالنسبة لي. بتتذكر آراء لجنة الحكم؟ من بعض الآراء هي إنه ديما أنت صوتك رائع، حضورك على المسرح بجنن، كانت يعني تفاعلك مع الجمهور كان برضو حلو وعندك جرأة وهيك. من مين تلقيت الدعم؟ تلقيت دعم من كثير ناس، يعني زي أول دعم هو طبعاً أهلي، يعني اللي شجعوني إني أدخل بهيك مسابقة. وكمان تلقيت دعم من أصحابي ولاد صفي، الناس اللي بيقدروا موهبتي وبعجبهم صوتي. من بين الجمهور كان شباب وصبايا وهن ولاد صفي. سؤالنا إليك بشكل عام، ولاد صفي بيهتموا بالفن، بيشاركوا بهيك أمسيات بهيك حفلات، ولا وجودهم بالحفل كان دعم لإلك؟ طلع قسم منهم بيهتم أكيد بالفن وبقدر الفن، بس قسم منهم يعني القسم الأكبر أجا عشان يدعمني كبنت صف وكزميلي. لو صح لك إنك ترجع على البرنامج بتشتركي فيه كمان مرة بتشتركي؟ أنا كثير حابة أشترك ويا ريت يعني، بس طبيعة البرنامج بتسمحش للفائز بالمرتبة الأولى إنه كمان مرة يعيد تجربته بالبرنامج، ومع هيك يعني بدي أعطي الفرصة لكثير ناس بدهن يبرزوا مواهبهم. بعد تجربتك في ذا فويس إكسال، في هناك خطوات أخرى راح تمشي فيها بمجال الموسيقى والفن؟ أكيد راح يكون في هناك خطوات في مجال الموسيقى، منها راح أتقدم لبرنامج نجم يافا أو مهرجان نجم يافا اللي راح يكون كمان أكم من شهر، بدعم من معهد الموسيقى والفنون اللي راح يدعمني خطوة بخطوة ويمشي معي. هناك راح أتلقى كثير من التدريبات والأشياء اللي بتلزمني يعني لصوتي ولحضوري على المسرح. واكيد كمان رح يكون بعد هذا المهرجان اشياء ثانيه يعني بخصوص الموسيقى وهيك. بعيدا عن معهد الموسيقى وعن لجنه الحكم، هل كنت راضيه عن البرنامج؟ بشكل عام كنت راضيه عن البرنامج، بس لو كان في حفلتين كان ابرزنا موهبتنا اكثر، كان تلقينا تدريبات واستفدنا اكثر، وكان كملنا بالاجواء الحلوه اللي كانت، وكمان يمكن كان التنافس أو المنافسة كانت أكبر. كلمة بتوجهيها للمشاهدين؟ بحكي للمشاهدين إنه كل واحد فيكم عنده موهبة وحاس إنه لازم يطلعها ولازم يفرجيها للناس ولازم يتقدم من خلالها، يعني يتقدم مع هيك نوع من البرامج، وخصوصاً إنه هذا البرنامج كان في بلدنا إكسال، يعني الإشي كان كثير حلو. في مداخلة من الأستاذ طه ياسين من لجنة الحكم، حاب يحكي معك. ألو، مساء الخير ديما، كيفك؟ أهلا، الحمد لله، كيف حالك؟ بدي أهنيكي
انك اخذت المرتبه الاولى في ذا فويس اكسل. تسلم. وانا بحكي طبعا بالنيابه عن الحكام، احنا كمجلس حكام كثير كثير اعجبتينا. شكرا كثير. ويعني بس يعني بدي اقول شيء، انه انت لازم تتابعي مشوارك طبعا مع الدراسه والتعليم، وهي نصيحتي لك، يعني شو رايك؟ اكيد طبعا باخذ بنصيحتك. وانت كيف تقبلت النتيجه؟ يعني انبسطتي؟ اكيد انبسطت بدون شك. طيب يعني على كل حال انا بتمنى لك التوفيق ان شاء الله. تسلم. وان شاء الله بسمع عنك اخبار منيحه في المستقبل. ان شاء الله، شكرا كثير. يعني واحنا رايحين نعمل ما وسعنا ان شاء الله، انه وين في يعني مهرجانات او محلات اللي ممكن انت تظهري فيها، ان شاء الله برضه رايحين نكون على اتصال معك ان شاء الله. ان شاء الله. تسلم. يلا كمان مرة مبروك وبالتوفيق إن شاء الله. الله يبارك فيك. شكرا. وبأشكر الأخ علي شكاوي اللي نظم المهرجان، كل احترامي له. والمهرجان يعني ذا فويس كان عن جد شيء حلو، برفع الراس. صحيح. وبالتوفيق وخطى موفقة إلى الأمام إن شاء الله. إن شاء الله. يلا إلى اللقاء. إلى اللقاء. باي باي. مع السلامة. كلمة شكر لمين بتوجهيها؟ بشكر أهلي اللي دعموني خطوة خطوة هذا البرنامج، بشكر الجمهور الكريم اللي كان بالحفل، بشكر إدارة معهد الموسيقى والفنون، أستاذ علي شتاوي، أستاذ تميم زعبي، أستاذ صبحي إسبانيولي، بشكر كمان لجنة الحكم اللي كانت مكونة من طه ياسين، نبيه عواد، نوال بركي، وسامي عبد القادر، بشكر استوديو خطيب اللي قام بتصوير الحفل. بشكر موقع المرج، بشكر موقع المرج على تخطيط الاحداث، كل الاحداث اللي صارت. بشكر كل من قام على هذا العمل، على انجاح هذا العمل. شكرا لك.